وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد
وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثولات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْإِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْإِقَابِ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد
وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد
Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu untha ve ma ta'idul arhamu ve ma tazdad ve kullu şeyin 'indehu bi miqdar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu untha ve ma ta'idul arhamu ve ma tazdad ve kullu şeyin 'indehu bi miqdar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu untha ve ma ta'idul arhamu ve ma tazdad ve kullu şeyin 'indehu bi miqdar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu untha ve ma ta'idul arhamu ve ma tazdad ve kullu şeyin 'indehu bi miqdar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تعظ الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار